بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إحنا معانا وصفة جميلة جدا لتخص البشرة الجافة. عايزين طبعا نعالج البشرة الجافة. طبعا أنا مختارة وصفة جميلة جدا وتنفع فعلا للبشرة، أصحاب البشرة اللي هي الجافة، لأن في ناس كتير بتتضرر من البشرة الجافة. طبعا لازم نعرف طبعا إيه أسبابها. من الأسباب اللي هي المهمة جدا طبعا الإفراط في استخدام الصابون القاسي على البشرة. طبعا ده مهم جدا برضو يا جماعة، لازم الواحد يختار صابون ما يكونش قاسي على البشرة، يكون فيه زيوت طبيعية. استخدام المرطبات كمان بشكل غير صحيح، يعني في منتجات غير مناسبة بالواحد بيستخدمها، فبتسبب بدل ما تسبب لك بتعمل مرطب يعني بيسبب لك جفاف أكتر. طبعا كمان الناس اللي هو عندهم امراض جلديه بس زي الاكزيما والحاجات دي برضو بيبقى فيه جفاف. سوء التغذيه بيسبب الجفاف، قله الميه بيسبب الجفاف، التقدم في العمر طبعا، اشعه الشمس طبعا على راسها كمان بتسبب جفاف رهيب جدا، علشان كده لازم تاخدي حاجه وقائيه ضد الشمس. برضو قله فيتامين ايه برضو في البشرة بيسبب الجفاف. حاجات كتير جدا يا جماعة، والله في حاجات كتير بتسبب لك الجفاف. طبعا في كمان كمان في فصل الشتاء بالذات بتلاقي فيه جفاف، يعني الناس اللي هم في فصل الشتاء بتلاقي بيلاحظوا الجفاف اكتر كمان، فيخلي بالهم كمان في مش كثرة الاستحمام برضو بيزود البخار دوت بيسبب لك الجفاف للجلد. برضو تخلي بالكم يعني لازم يكون فيه بقى حاجات محفزة وحاجات مرطبة، فمهم جدا ناخد بالنا. هنعمل مع بعض دلوقتي وصفة جميلة جدا، يعني فعلا هتبقى حل الأمثل للجفاف للبشرة، وهي مكوناتها سهلة جدا وفي أي بيت. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض أول حاجة في المكونات بتاعتنا. أول حاجة في المكونات بتاعتنا، أنا دلوقتي هاخد معلقة من العسل، والعسل ده من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة. بيخترق طبقات الجلد وبينظف الجلد بعمق وبينظفها، يعني بيفتح المسامات عشان هو يعني احتواءه على مضادات الأكسدة. هاخد كده زي معلقة صغيرة. طبعا عسل يكون ضمناه يا جماعة، يكون انت عارفة ان هو عسل، يعني لان فيه بيبقى فيه عسل مغشوش برضو، خلي بالك من الحاجات دي. دلوقتي كمان هاخد معلقة من جل الأولافيرا. طبعا جل الأولافيرا بيحتوي كمان على فيتامين اي، وفيتامين اي بيعتبر رائع جدا للبشرة، بيحتوي على المنشطات الطبيعية النباتية كمان في للبشرة، رائع جدا. معلقة صغيرة كده من جل الأولافيرا او جل الصبار اللي عنده. طبعا هقلب المكونات كويس جدا. ودلوقتي هاخد كمان معلقة من لبن البودرة. أنا عايزة طبعا أقول لكم إن اللبن كمان يعني بيعمل كنترول على البشرة، يعني بيرطب جميع أنواع البشرة كمان، مرطب رائع جدا. هاخد كده معلقة من اللبن المجفف علشان بس يعمل لي قوام كريم كده، وأقلب كويس جدا. طبعا الوصفة دي جميلة جدا يا جماعة للبشرة الجافة، ممتازة جدا. هي كده بقت جاهزة معايا خلاص. هما 3 مكونات. هبدأ طبعا احط طبعا طريقة الاستخدام، طبعا احط على ايديا كده وارطب طبعا البشرة كلها، يعني هي من اول ما تستخدميه هتحسي بترطيب رائع جدا جدا يا جماعة، عشان كمان العسل مرطب من افضل المرطبات الطبيعية، يعني حتى لو انت حطيتي عسل لوحده يعني عايزة اقولك اللي هي ممكن حي يعني ممتاز جدا لوحده كمان. طبعا بس احنا بنضيف حاجات برضو كمان علشان تديكي فيتامينات اكتر، وطبعا جل الافيرا غني بفيتامين A و E، وكمان اللبن يا جماعة بيدي كنترول رائع جدا للبشرة. طبعا هسيبها كده طبعا، وبعد كده اسيبها 10 دقايق واشطفها وارجع لكم تاني ونشوف مع بعض ايدينا عملت ايه.
طبعا يا جماعة ايدي يعني واضح جدا، ادتني ترطيب جميل وادتني كمان بياض، لان ما تنسوش طبعا جل الاولافيرا، وكمان العسل بيدي يعني بيجدد الخلايا، وكمان اللبن كمان بيدي ترطيب، وكمان بيدي تبييض كمان في الحال. يعني الوصفة دي جميلة جدا يا جماعة. طبعا يا جماعة جربوا الوصفة دي جميلة جدا، والوقاية خير من العلاج يا جماعة. لازم يكون في ترطيب باستمرار، ما تتعرضيش لأشعة الشمس باستمرار عشان تسبب لكيش الجفاف، ما تتعرضيش برضو للحاجات اللي هي زي الصابون القاسي والحاجات دي، كلها حاجات كلها مدمرة للبشرة، وفي حاجات كمان بتسبب الجفاف يا جماعة، والله خلي بالكم منها إن شاء الله. أنا يعني زي البيكنج باودر بيعمل جفاف للبشرة مش طبيعي جدا، ولا كمان معجون الأسنان اللي هم طلعوا بيه اليومين دولت، مش عارفة والله جايبين الوصفات دي منين. طبعا يعني كل الحاجات دي بتسبب جفاف للبشرة رهيب جدا، فخلي بالكم الحاجات دي من النقط دي مهمة جدا يا جماعة. مفيش أحسن من المرطبات الطبيعية اللي احنا عارفينها، الحاجات المرطبة فعلا انت هتعرفي فعلا الفرق، الفرق شاسع جدا. طبعا دي حاجات مواد طبيعية كلها، العسل يعني مفيش أحلى من كده، من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة. يا ريت طبعا تجربوا الوصفة دي، خصوصا لعلاج البشرة الجافة هيستفادوا منها جدا، وكمان للبشرة العادية ممكن تستخدميها عادي مفيش أي مشكلة. أشكركم طبعا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. إن شاء الله إحنا هنعمل النهاردة ماسك خفيف كده على البشرة. الماسك دوت هيجدد لك نشاط البشرة، وكمان بيزيل لك الشحوب اللي هي على البشرة. يعني ماسك رائع جدا، بيمنح فعلا البشرة اللي هي الرطوبة اللي هي محتاجاها، وكمان بيزيل الجفاف. يعني الماسك ده رائع جدا، وإن شاء الله تجربوه معانا، لأنه كله فوائد كمان مفيد جدا للبشرة. طبعا أنا بختار لكم حاجات مفيدة، وحاجات تكون في متناول البيت، وكمان حاجات تكون يعني بعيدة عن أي حاجات تكون مثلا ضارة بالبشرة. يعني إن شاء الله طبعا أنتوا أكيد خدتوا فكرة طبعا في فيديو سابق أنا كنت نزلته عن الحاجات اللي هي في ماسكات كتير جدا انتشرت على النت موجودة، اللي هي يعني بتدمر فعلا البشرة. طبعا منها كمان يا جماعة يمكن الثوم كمان، انا ما قلت لكم يعني نسيت اقول لكم عليه، الثوم كمان برضو ضرر جدا لما تحطيه على البشرة. الثوم ده ممكن يستخدم للشعر، يعني هو ممتاز برضو ممكن يستخدم للشعر، وطبعا بتشطفيه على طول، لكن برضو البشرة بيبقى قاسي عليها، وكمان بيسبب التهابات يعني انت فاكين عنها. ففي حاجات طبيعية احنا ممكن نستخدمها غير الحاجات اللي هي طالعة ديت زي البيكنج باودر والمعجون الاسنان، يعني الحاجات دي كلها بتسبب على المدى البعيد بتسبب جفاف للبشرة احنا يعني في غنى عنه. فاحنا بنعمل الماسكات دي علشان نحاول نخلي البشرة تبقى رطبة، مش نحولها لجفاف فبالتالي يحصل تجاعيد بعد كده. تعالوا معانا نشوف دلوقتي الوصفة اللي معانا، لان هي دي جميلة جدا، ونبدأ فيها ان شاء الله على طول. اول حاجة في المكونات بتاعتنا، هاخد معلقة من الشوفان، الشوفان ده كمان بيحتوي على خصائص التقشير، وكمان بيزيل البقع الداكنة والتصبغات، يعني هو ممتاز جدا بيعالج البشرة الحساسة من الالتهابات بسبب وجود خصائص مضادة للالتهابات اللي فيه، وكمان هو ده يعتبر مناسب لجميع أنواع البشرة. دلوقتي هاخد كمان معلقة من النشا، برضو النشا ده كمان مساعد للتبييض السريع كمان، وكمان أصحاب البشرة الدهنية بيستفادوا منه جدا، لأن طبعا بيقلل نسبة الدهون اللي هي على الوجه. بقلب طبعا المكونات كلها الجافة كده. دلوقتي كمان هاخد معلقة من زيت الورد. زيت الورد ده يا جماعة انتوا ممكن تعملوه في البيت، أنا عاملاه في البيت هنا. كنت حاطة جايبة ورد بلدي اللي هو الجوري، حطاه مع زيت اللي هو زيت الذرة عادي، طبعا بيبقى بالشكل ده، حطاه في يعني هاخد منه معلقة كده. زيت الورد دوت ممتاز جدا للبشرة، بيتعمل بكل سهولة، يعني باخد معلقة زيت، باخد يعني تقريبا كوباية زيت على مثلا وردتين، واحطهم في بطرمان واسيبهم لمدة 15 يوم كده في مكان في المطبخ،
بيكون مثلا مظلم، واقعد ارجه كل يوم. بعد كده بصفيه، بس انا لسه ما صفيتهوش يعني معاكم لسه. بصفيه وبعد كده باخد منه واستخدمه طبعا للوجه وكده، بيبقى ممتاز جدا. زيت الورد ده بيجدد الانسجه بتاعت البشره، عشان هو بيحتوي على فيتامينات عاليه، في يعني بيعمل على مضادات للاكسده. دلوقتي كمان هاخد معلقه من زيت اللوز الحلو، عشان زيت اللوز الحلو طبعا ممتاز جدا للبشره كمان. يعني ده زيت اللوز الحلو ده بيعالج البشره بعمق، يعني بيدخل كده في البشره، وكمان بيعالج التجاعيد، وكمان بيبيض. يعني في زيت اللوز الحلو ممتاز جدا جدا للبشره يعني. فانا دايما بختار زيت اللوز الحلو بالذات، يعني علشان هو بيبقى لطيف جدا على البشره، وبيدخل وبيعالج كمان. يعني هو معالج مش كمان للتبييض بس، هو معالج كمان للبشره. بس كده اقلب طبعا المكونات كلها على بعض كده كويس جدا، واخد كده بقى ايه على ايديا واجرب معاكم. طبعا بتكون على بشرة نظيفة، يعني مفيش اي دهون، مفيش مكياج مثلا او كده. طبعا على الوجه بتاخدي من تحت لفوق عكس الجاذبية الارضية، وعلى تحت العين عن طريق الطبطبة. يعني هو تحس اللي هو كريم كده لطيف جدا على البشرة. بسيبه طبعا كده حوالي تلت ساعة. وكمان يا جماعة الوصفة دي تنفع لأصحاب البشرة الجافة، لأن هي غنية يعني فيها الزيوت دي، بتدي يعني طراوة للبشرة جدا، بتعوضك عن الجفاف اللي انت افتقدتيه إذا كنت مثلا بتستخدمي المواعين باستمرار، أو مثلا معرضة لأشعة الشمس. فالوصفة دي جميلة جدا ليهم. هسيبه كده تلت ساعة وأرجع لكم تاني. طبعا انا هوريكم ايديا بعد ما غسلتها يا جماعه، ادتني كمان نضاره جميله، بياض كمان في الحال. طبعا علشان في الشوفان ده بيعتبر من الحاجات اللي هي المقشرات، ممتاز جدا. وكمان اداني ترطيب جميل. الترطيب ده طبعا ناتج عن الزيوت اللي احنا حطيناها، طبعا مرطبه جميله جدا. طبعا يا جماعه يا ريت تجربوا الوصفه دي، لان دي وصفه جميله جدا وسهله، وتنفع لاصحاب البشره الجافه كمان، ممتازه جدا ليهم. وطبعا يا جماعه خلي بالكم، يعني خلي بالكم من اشعه الشمس الضاره، ما تتعرضوش ليها، لان طبعا دي بتنتج يعني بتخلي البشره بتضر بطريقه مش طبيعيه جدا. يعني خلي بالكم، لازم يكون لو انتوا خارجين لازم تاخدوا حاجه وقائيه ضد الشمس، لان دي من اكبر العوامل اللي هي بتاثر على البشره. وطبعا لازم تشربوا ميه كويس جدا، حوالي 8 كوبايات في اليوم. وتنسوش طبعا لعب الرياضة كل يوم على الأقل مثلا ساعة، لأن كل دي الحاجات دي بتدي ليونة للبشرة، وبتحافظ على جمال البشرة. وكمان لازم طبعا الخضروات، لأن هي مضادة للأكسدة، والفواكه. طبعا الحاجات دي كلها لازم تهتموا بيها كويس جدا. طبعا أشكركم يا رب، طبعا تكونوا قدرتوا تشوفوا الوصفة دي سهلة جدا وجميلة وفي متناول البيت، وممكن تجربوها في أي وقت، جميلة جدا. طبعا تعملوها مرتين في الأسبوع بس يكفي. وبس كده، وبتخليها تلت ساعة على ايديكي او على الوجه، وبتشطفي ايديكي عادي. وبعد كده بتحطي اي مرطب عندك، ممكن تحطي زيت اللوز الحلو عادي، او ممكن تحطي اللي هو جلاسيد، ده برضو ممتاز جدا للبشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.